هلو جايز، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد الي على الشانل. انا نور من لبنان وهيدي قناتي نور ارقم. بهيدا الفيديو يلي رح يكون شوي سبيشل عن باقي الفيديوهات، قررت اعمل فيه فويس اوفر للفيديو لانه حبيت يكون فيه انتراكشن بيني وبينكم اكتر، وقلت احسن ما اكتب تحت بالسبتايتلز، خليني احكي معكم وانتو كمان احكوا معي بالتعليقات. هيدا الفلوج حيكون فلوج العودة للسكن. هون كنت راجعة من المطار وفايتة على السكن، وصراحة كان عبالي صور فلوج بطريقة كتير أحلى من هيك، بس للأسف استقبلوني بالسكن وكان في خبر شوي زعجني. وقتها قالوا لي إنه لازم تغيري غرفتك وتنتقلي للمبنى تاني، فوقتها كنت كتير زعلانة، بس حمست حالي قد ما في نصور وكفي الفيديو. وهياني هون رايحة لغرفتي، وكمان هون عم فوت على الغرفة. الحمد لله الغرفة كانت مثل ما تركتها، وغراضي كمان كانوا موجودين بالغرفة. وهون كنت شوي زعلانة، حتى هون عصافير هيون على الشباك مثل ما شايفين. بس أكيد إن أول كم يوم بالسكن بيكونوا كتير صعبين، وبتحسوا هيك حال، بتحسوا بالوحدة بشكل رهيب. حتى رفقاتي اللي كانوا أوريدي معي بالسكن ما كانوا موجودين، لأنه رحت على بكير، يعني رحت قبلهم. سو وصلت على السكن تقريبا ما كان في حدا من البنات، وهون فتحت الشنط وبلشت ترتب الشنط. كان وراي كتير شغل بنات، كان وراي كتير شغل. شوفوا الكتب يلي بالمكتبة، شوفوا التياب يلي كمان محطوطين بالخزانة، وفي كمان غيرهم بالشنط. فكان وراي كتير شغل. مثل ما شفتوا قبل انه رحت جبت الشنط من تحت، طلعتهم على الغرفة، تقريبا كانوا شي 3 شنط، فطلعتهم وحدة وحدة. ورحت كمان جبت غراضي من المستودع، كنت عم دور على غراضي من المستودع، وهون عم نظف قد ما في الخزانة من جوا كرمال حط التياب على نظافة. هون علقت التياب اللي بدهم تعليق علقتهم بالخزانة. قلت خليني بلش بالتياب كرمال خلص من الشنط وسكرهم، وهيك بيكون في شوي مساحة امشي بالغرفة. هون كنت كتير عطشانة، فنزلت على السوبر ماركت وجبت مي. وبتذكر هيدا النهار انه كمان كنت جوعانة، ما بعرف شو تغديت، بس اكيد انه ما صورت لانه كان في كتير عجقة. هون بلشت بالمطبخ. هيدا احلى بارت عندي لما بلش اشتغل بالبيت، انه بلش بالمطبخ. فقلت خليني اخلص المطبخ، بلكي بكرة مثلا فقت وعبالي اعمل شي يكون المطبخ كتير نظيف ومرتب. فبلشت عبي الجوارير مثل ما كانوا اوريدي قبل، وهون عم حطهم. هول الجوارير كتير بحبهم، بحب لما افتحهم يكونوا كتير مرتبين. فهون عم حط الغراض. تقريبا اكتر شي طولت فيه هو كان المطبخ، وبعدين كل شي كان سهل مثل ما شايفين. اهم شي عندي التي، ابصر كم علبة تي في على الكاونتر، بس انا غرامي التي، بحب كل انواع التي، ولما اشوف جرور التي مرتب كتير بكون مبسوطة. فهون عم رتبهم واحد واحد. anyway ما بعرف كم مرة قلت فيها تي بالكليب، بس خلينا نعمل سكيب لتي هلا واحكي لكم شوي عن التشانل، عن الفيديوز اللي بدكم تشوفوها ان شاء الله very soon. مثل ما عرفتوا انه انا كان عندي مشكلة بالتشانل، والحمد لله تصلحت المشكلة وانا هلا كتير مبسوطة. وان شاء الله ناطركم فيديوهات كتير حلوين بنات، واكتر شي حركز على النصائح، وخصوصا لطالبات الجامعة وطالبات اختصاص البيولوجي بالتحديد. في فيديوهات خصوصي لطالبات البيولوجي، وحقلكم نصائح أنا كنت أتمنى لو حدا قال لي إياها، لأنه أول سنة كانت أصعب سنة عن جد. فهول النصائح كتير حيسهلوا عنكم. وكمان حركز أكتر شي على الفلوكس، كتير عبالي أعمل فلوكس وشارككم بالنهار وكيف بقضي النهار أنا بالسكن. وكمان عبالي يكون الفلوكس مثل ذكرى للأيام يلي كنت قضيها بالسكن، لأنه مثل ما بتعرفوا قرب طلعت من السكن وباقي لي سنة إن شاء الله بتخرج. فعبالي يكون في كتير فلوكس
لأنه لهلا يمكن ما مصورة إلا فلوج واحد، سو لازم يكونوا أكتر من هيك. وهيك سكرت علبة الشاي وخلصتها. اوكي هلا سكرت علبة الشاي وحطيتها بالجارور. هلا بدي رتب كمان جارور السناكس. مثل ما شايفين هول السناكس جبتهم معي من لبنان، هول كتير بحبهم وما في منهم هون، سو جبتهم معي من لبنان. وهون كمان عم حط البروتين بارز. ومثل ما شايفين معي مشكلة بالتنظيم بالOCD، لازم ضروري فوق بعض. وهون عم حط التمر، أكيد ما في عيش بدون التمر، هو أهم شيء. كمان هون التي البابرمنتي، هيدا قبل النوم تشربوه كمان كتير طيب. وهون ما بعرف شو عم بعمل. وهون هلأ بدي أفتح البوكسز اللي جبتهم من الشو اسمه من المستودع. أوكي هون عم بفتح كمان، حاطة فيهم اشياء مشكل ملون، يعني حاطة فيهم اغراض المطبخ مع اغراض التويلت. يعني كنت شوي مفشكة الموضوع لانه اخر فترة بالسكن بنكون كتير معجوقين، بيكون اخر شهر بيكون فاينلز، بنكون مضطرين نفضل غرفة، وانا بكون عم جهز لاغراض السفر على لبنان، فبكون كتير مشغولة وما بعرف كيف يعني بضبط بالغرفة. المهم ما يضل فيها شيء. وهون بنات نزلت جيب كمان جالون ماي من تحت، حبيت خلي هيدا الكليب بالفيديو لتشوفوا الفلوج مور رياليستيك، لتشوفوا انه مش كل شيء بيرفكت بالسكن. يعني انا هيدا مثلا مضطرة جره من مكان لمكان تاني، وشي كمان كتير متعب. هون بس خلصت الغرفة، عملت لكم تور صغير فيها على السريع، حاولت قد ما فيي ضبطي بكرمال نام وكل شيء مضبطب حواليي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ناطر رايكم بالتعليقات اذا حبيتوا الفويس اوفر على الفيديو ولا بحكي انا بالفيديو افضل. بحبكم كتير جايز، وان شاء الله بشوفكم بفيديوهات تانية، وباي باي.